يسعد مساكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم في برنامجكم الرياضي سبورت توك. اليوم عندنا رياضة حلوة، وهذه الرياضة رياضة نسائية، ولها هذه البطلة إنجازات كثيرة من خلال النادي ومن خلال المنتخب الوطني. البطاقة التعريفية بعد الفاصل ولا نعودها. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ومع نجمة حلقتنا اليوم في سبورت توك وهي نجمة المنتخب الوطني لكرة الطاولة مريم بارون. حياك الله مريم. الله يحييك. طلتك راح تكون مميزة من خلال حوارك وحرصك ان تعطيني كل انجازاتك اليوم في كرة الطاولة، لان في كل لقاء لزميلاتك السابقات في كل حلقة يذكرون اسم مريم بارون. شو مسوي فيهم يا مريم؟ هذا الشيء اللي بعرفه وبيعرف ايضا الساده المشاهدين. مريم خل ابتدي وياك المشوار، احنا نقول مريم بارون متى بلشت كره الطاوله؟ شلون عرفت هذه الطاوله عشان تلعبها؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بلشت لعب تنس طاوله تقريبا من وانا عمري 11 سنه. متاخر ولا مبكر؟ مبكر. مبكر زين. مبكر على البنات يعني الصبيان من وهم لازم أصغر. اصغر حلو. بلشت شافني مدرب بمدرسة كنت قاعدة ألعب، وكلم أمي وقال لها خطي عندنا النادي، وكنت بنادي السالمية بالبداية حلو. وبلشت معهم عمري 11 سنة، وسافرت أول بطولة ليها من عمري 11 سنة. حلو. يعني بطولة خارجية؟ أي نعم. كانت بلبنان. بطولة أندية عربية، وفزت أول مباراة لي مع أن أنا كنت أصغر لاعبة بالبطولة ما شاء الله. بعدها قمت بطولات بطولات المدارس كنت أشارك فيهم وأحقق مراكز ما شاء الله على مستوى الخليج وعلى مستوى العرب. حلو. شاركت بأسياد الدوحة وأنا عمري 13 سنة ما شاء الله، كنت أصغر لاعبة من الوفد الكويتي، وخذيت الثاني على الخليج. حلو. وأنا عمري 13 سنة. حلو حلو حلو. وحققنا بطولة الفرق. أيوة. من بعدها الخليج يعني الحمد لله ما يطيح مكتسحين على قولتهم. أي نعم. تبارك الرحمن سي في يعني كبير، احنا نقول حق مريم بارون عشان كذي قايل بالمقدمه اقول البنات كله يبون تبارك الرحمن اسم مريم. ليش نجوم اللعبه النسائيه في كره الطاوله ينعدون على الاصابع؟ لان ما يعني ما في يعني البنات ما قاعد يحصلون اهتمام، لان يعني احنا طلعنا لان احنا حابين اللعبه. حلو. اما تي مثلا بنيه جديده ما قاعد تحصل اهتمام، أكيد تهتم بأشياء ثانية بدراستها بشغلها بالمجال اللي هي يعني تكون فيه، بس إحنا لأن إحنا حابين وإحنا متعودين من وإحنا صغار مبلشين، فخلاص تعودنا إن إحنا ننجز بهالشيء مع إنه ماكو اهتمام، بس إحنا قاعد نعطي لأن من حبنا حق اللعبة ومن حبنا حق الكرة. أنا بوصل حق كلمة الاهتمام، أكيد كل رياضة لابد إن فيها اهتمام ودعم من أي جهة، سواء كان حتى لو رسمية يعني حكومية أو حتى خلينا نقول خاص. شنو ينقصكم انتم من اهتمام؟ انا قاعد اشوف ما شاء الله عدد طاولات كثيره، عدد طاولات بس الارضيه هذه مو ارضيه تنس طاوله تسبب اصابات. اصابات نعم بالركبه. حلو. لازم يابسه وما تنفعكم هذه؟ اي يابسه. تبون اخف من كذي؟ في هي في قطعه تنحط نفس ربل شيء ينحط على نفس زل،
حق الحركة. أيوة كل نوادي الشباب موجودة. نعم. نوادي ثانية هم موجودة بس بنادي إحنا مو موجودة. حلو. الصالة لازم تكون مسكرة تكون بس حق التنس الطاولة، إحنا مثل ما أنت شايف في ألعاب ثانية أخرى. ألعاب ثانية ويصير إزعاج وإحنا لعبتنا تحتاج هدوء. حلو. فا يعني وايد أشياء تنقصنا يعني. وجه الرسالة تعنين منه بالضبط إذا أحد يهتم؟ الهيئة العامة للرياضة؟ من الهيئة العامة للرياضة أو الاتحاد كرة الطاولة. نعم. مفروض يوفرون لنا. حلو. إحنا قاعدين يعني كل شيء إحنا اللي قاعدين نشتري على حسابنا. نعم. يعني مفروض أهما كل بطولة يوفرون لنا. صحيح. أشياء صحيح. صحيح. يعني مستلزمات اللعبة. نعم. هذه الرسالة يمكن موجهة يمكن من مريم وأيضا مني شخصيا من أسرة البرنامج، كنا إحنا أكيد ناقلين في هذا البرنامج الرياضي للهيئة العامة للرياضة لاتحاد الكرة الطاولة طبعا مقر في نادي السالمية هناك، فنتمنى فعلا الدعم الكامل لهاللعبة للعنصر النسائي اللي قاعد يقدمون نفسهم، يعني مو مجرد مشاركين أو محبين للعبة، لا هم مشاركين ومنافسين في كثير من البطولات خاصة بعد السي في يعني اللي ذكرتها مريم عن نفسها وعن بقية زملاء، فإن شاء الله هذا أقول نداء يوصلهم. أكمل وياك الحوار أكثر، خلينا نقول منو من الأهل اللي عنده لعبة كرة الطاولة يحب لعبة الكرة على الأقل يكون متابع لكرة الطاولة؟ أنا أمي حكم تنس طاولة، حكم عام. جميل. وأبوي حكم تنس طاولة ما شاء الله للحين. أيوه يعني أنا دشيت وهم دشوا بعدي. حلو. وأخوي الصغير هم لعب كرة الطاولة. كرة الطاولة فعائلة كرة الطاولة يعني في طاولة أساسية بالبيت وتحدي دايم. والله التحدي يصير بالنادي بيني أنا وأخوي. أنزين من الفائز؟ أخوك أصغر؟ أخوي أصغر مني 9 سنين. والله كنت أفوز عليه بس الحين يعني أخاف لما ألعب معه شوي. تمكن. اي تمكن وتمسك صار طويل بعد تبارك الرحمن الله يوفقه وان شاء الله يكون لنا ايضا لقاءات اخرى ان شاء الله بالمستقبل. من هذه البطولات من بعد ما حققتي هذه الانجازات مريم شنو ينقصك من بطولات؟ نبي بطولات خارجيه اكثر، ما نتكلم على المستوى العربي، نبي بطولات اسيويه اكثر. حلو. ان الدول قاعد تطلع ليش من كثر المشاركات بهالبطولات؟ احنا كدولة الكويت مع الإيقاف ما كنا قاعد نشارك، يعني مستوانا ينزل ينزل ينزل، المستويات قاعد تصعد سواء على الخليج على العرب المستويات قاعد تصعد. صحيح. فاللي ناقصنا بس المشاركات الخارجية ببطولات آسيوية بطولات عالمية. نعم. احنا ندري مثلا احنا إمكانياتنا يعني اللي راح نعطيه بهالبطولة ما راح يكون شيء كبير، بس على الأقل مشاركتنا احتكاكنا باللاعبات راح يفرق معنا بالمستوى. البطولات الجاية شنو هي؟ القريبة عليكم اللي راح تشاركوا فيها؟ أندية عربية. نعم. إن شاء الله بإذن الله بنشارك. إيه؟ مشاركة ولا منافسة؟ لا منافسة إن شاء الله. حلوين حلوين. بطولة بدبي. إيه؟ شهر 2. جميل. بطولة الخليج إن شاء الله شهر 3 بالكويت. تبارك الرحمن الله يوفقكم إن شاء الله. سلام عليكم. لنا حوار وراح نستكمل وياه. يعني بطلتنا مريم بارون الحوار أكثر عن البطولات اللي راح يحققونها واللي راح يشاركون فيها بعد الفاصل لكسير. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا، استكمل الحوار مع لاعبتنا مريم بارون. مريم كل البطولات اللي قلتيها قبل الفاصل راح تشاركون فيها راح تكون منافسين فيها ولا في بطوله مشاركه وفي بطوله منافسه؟ لا ان شاء الله كل بطوله منافسين فيها. انت لو اسالك الحين راح تشاركين فردي زوجي فرق؟ بطوله الخليج اي، بطوله دبي هي بس فردي. حلو. بطوله دبي مفتوحه. حلو. يعني فيها جميع الدول ان شاء الله بنكون منافسين فيها، وبطوله بطولة الأندية العربية هم إن شاء الله راح نكون منافسين فيها. تتوقعين تبين أي ميدالية لو أقول لك من 3 ميداليات؟ أي بطولة؟ من 3 اللي ذكرتيهم. إن شاء الله الخليج راح نكتسح إن شاء الله الذهبيات. إن شاء الله. دبي العربية. دبي فيها بالمراكز يعني الأول والثاني والثالث والثالث مكرر، إن شاء الله أنا وخواتي لنا مكان. إن شاء الله. والثالثة؟ ثالثة إن شاء الله صعبة شوي. صعبة هذه بس هذه إن شاء الله راح نشد حيلنا فيها. ممتاز. خلنا نتكلم عن الصعب والسهل. الصعب في الدول العربية أي منتخب؟ مصر. مصر دائما هم الصعبين. الكويت وين تشوفينها وين تصنفينها؟ المركز الثالث. الثالث إن شاء الله يعني إذا شدينا حيلنا إن شاء الله. الثاني من نوعين بعد مصر؟
هي انديه عربيه في مصر. مصر فكل كل الانديه اللي يشاركون في مصر تبغى ياخذون يقدرون اي ميداليه ثانيه مو بس الذهبيه. اي او تونس عندك، عندك لبنان. حلو حلو حلو. فاحنا راح نكون ضمن هذيلا، راح ننافسهم على الميداليه. خلال مشوارك هذا كله، منو اللاعبه الصعبه اللي واجهتيها محليا وخارجيا؟ شوف محليا يعني انا ومنو تقارب بالمستوى، يعني لما نلعب ما ندري منو اللي بيفوز. حلو. فبس برا يعني على مستوى الخليج لاعبه اسمها آية. حلو. من قطر. قطر. حلو. حفظت. حفظت بصراحة. وعلى مستوى العرب والله وايد لاعبات. لاعبات كثر. زين لما تلعبين زوجي منو اللي يوالمك؟ منو؟ منو توأمك؟ منو؟ منو ليش؟ وايد متفاهمين. ومنو انا يعني من اول ما بلشنا بالزوجي انا بلشت معاها، فخلاص يعني انا عارفه مثلا هي تلعب فور انا ادري انا وين اروح. شنو فور هذه؟ كلمه فور ما تسمعها. الضربه الاماميه. الضربه الاماميه. اوكي. انا بالي مربع معين داخل والدائره حافظينها، يعني انا مثلا ادري ان هي بتلعب كذي راح تروح هني، انا هي تدري انا اذا لعبت كذي راح اوخر هني. حلو. ننزل ونصعد واوخر يعني تلقى بالزوجي الاكشن كله يصير. ممتاز. فالتحدي مع الفرق الثانية قاعد تصير سهلة، قاعد تلقون نفسكم تحققون الفوز بسهولة. يعني أنا مع منوى أنا عندي مو خايف، ما قاعد حاتي شيء ولا قاعد أخاف من شيء، لأن أدري أنا معها شنو ممكن ننجز. بعيدين عن الغرور وقريبين من التواضع، هل أنت ومنوى الأفضل في الكويت؟ قلت لك بعيد يعني عن الغرور وقريبين. أنا أقول لك يعني أنا ومنوى يعني احنا اللي بقينا من الجيل الصغير. حلو. احنا اللي بلشنا. ف هل انتم افضل جيل في الكويت؟ ايه كتحقيق مراكز. المراكز في بطوله عربيه حققتوا فيها انجاز؟ خذينا الثالث. الثالث. اي نعم. هل هذا افضل انجاز حققتوه بالعنصر النسائي؟ إيه، لان انديه عربيه. ايه هذا احسن انجاز حققناه. جميل. لان الانديه تكون لاعبات اكثر، نوادي اكثر. محترفين موجودين باللعبه. هي. فهذا احسن. القدوه منو لك في هذه اللعبه؟ قدوتي؟ اصعب سؤال مر علي. يعني سواء مدرب سواء احب لعب كابتن نبيل السلطان. حلو. لانه دفاعي، انا احب لعب الدفاع. اوه يعني على السيستم والسيستم. لانه شوف منو هجومية. اي اوكي انا اوكي عندي 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 الفورهاند بالهجوم. وقوي، بس هم احب ارد ورا الطاوله وارفع. اوكي فورهاند اللي هو تشبسه احنا نقول. ايوه يقول تشبسه من بدايه القوي. انا عندي تشبسه يعني التوب، يعني حتى لما مثلا اكلم مثلا رفيجاتي من دول ثانيه. ايه؟ دائما يتكلمون عن هذه الطقه التشبسه اللي عندي. انزين انت عندك كانت تشبسه هذه هجوم؟ ايه هذه هجوم، بس هم احب ارد ورا وادافع. تدافعين يعني انت تنتظرين خطا المهاجم. ايوه. اسلوب ضعيف هذا. لا لا اكيد شوف البطولات والانجازات. اي يعني اسلوب الدفاع في كره الطاوله افضل من اسلوب الهجوم؟ لا بس انا احب هذه الطقه اللي ارد ورا وارفع، بس لما تصير عندي فرصه لا اخلص. ايه. الكره. ترى اسلوب الدفاع اتوقع صعبه بالتشبسه، مو اي واحد يقدر يصد الشبسه. ايه. بس لا ما عليك لما ارد ورا يصير. ايه. الطاوله كلها انا اشوفها. لا حلو. اذا لو الحين انا اقول تنزلين تعطيني شوط ولا اعطيك انا شوط اول شيء؟ انا اعطيك شوط. والله الثقه واصله 1000 فما اقدر عليها. اذا بسالك بروحه بقول لك منو شنو الشيء اللي ودك تحققينه وما تحقق للحين؟ والله ودي بس يهتمون فينا شوي عشان احنا نقدر نوصل حق اللي احنا نبي. احنا نبي نشارك بطولة خارجيه، نبي يصير لنا تصنيف عالمي، وهذا الشيء مو صعب. نعم. مجرد مشاركه انا راح يصير عندي تصنيف. صح. بطولات عالميه، فودنا نحتك بوادي الفرق، لان التكنيك قاعد يتغير من بسنه واحده كل تكنيك غير. نعم. السنه اللي وراها خلاص يعني اللاعبين الحين الصغار هم اللي قاعد يكتسحون، يعني باليابان خلاص قاموا يطقون الصين مع ان الصين ابطال العالم. نعم. لاعبين عمرها 14 15 سنه. صح صح صح. فليش من المشاركات؟ ممتاز. مريم انت لعبتي كره الطاوله، اخوك الصغير يلعب كره الطاوله، الوالد والوالده حكام كره الطاوله. نعم. اسره رياضيه في كره الطاوله، لكن في بنات الحين قاعد يطالعوننا في الشاشه، قاعد يطالعون مريم، اسمعوا السي في الخاص في مريم من البدايه وصولا الى اليوم، يبون يلعبون كره الطاوله بس مو عارفين وين يتجهون.
وشلون يتجهون ويخطون خطوه صحيحه. ابي نصيحه. اول شيء على حسب الفئه العمريه، اذا كانت مثلا اصغر من 15 سنه النوادي مفتوحه، وحتى اكبر من 15 سنه النوادي مفتوحه. عندك ثلاث نوادي، عندك نادي سلوى الصباح اللي هو بالقرين، وعندك نادي فتيات الخالديه اللي هو بالخالديه، وعندك فتيات العيون اللي هو بالجهره. وجميع النوادي فيها مدربين من برا ومن الكويت، مهتمين، راح يهتمون فيك بشكل عام يعني. فاتجهي، لا تخافي من شيء، الكويت تبيك. حلو، رسالة جميلة. شكرا مريم على هالطلة، وطلتك جميلة وأدائك كان أجمل، إنجازاتك نفتخر فيها احنا ككويت. شكرا لك على تواجدك وتحية لأسرتك الكريمة. الشكر موصول لكم مشاهدينا، لكن فعلا رسالة ونصيحة وجهتها لكل واحدة اتجهي في الكويت، تحتاج وتبيش، لكن بالبداية لازم أنت تحبين هذه الرياضة، ومن ثم راح تلقين كل الدعم وكل الإنجازات سواء من الدولة أو من نفسك. راح نلتقي إن شاء الله بحلقة أخرى ولاعبات منجزات وبطلات في ألعاب أخرى. مع السلامة.